لله حمد الشاكرين على عطاياه العظام، فالرب أكرمني تجاوز عن خطاياي الجسام، وإلى جنان الخلد أدخلني مع الصحب الكرام، وخطوت في عدل سعيدا حيث قد طاب المقام. لله حمد الشاكرين على عطاياه العظام. هذا البرنامج برعاية مكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، تبيان، فرع جدة. لما كانت النفس البشرية تألف المياه والبساتين والأشجار وتسكن إليها، فقد زين الله عز وجل الجنة وألبسها من بهاء الأشجار وعلوها وبركة الثمار ونموها وجريان الأنهار وسيولها وعذوبة العيون في أركانها ما تقر به أعين عباد الله الصالحين. قال تعالى: إن المتقين في جنات وعيون أدخلوها بسلام آمنين. وقد ذكر الله أماكن هذه العيون في كتابه، فهناك عيون في البساتين، قال تعالى: في جنات وعيون، وهناك عيون في أماكن الجلوس والمنتزهات، قال تعالى: في ظلال وعيون. وما أحسن أن يكون البستان تمر به ترع الماء وتجري فيه الأنهار وتتفجر منه العيون. وسبحان الله، فرعون قبحه الله لما أخبر موسى عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى أعد لأوليائه جنات فيها عيون الماء وتجري من تحتها الأنهار. ماذا عمل فرعون؟ بنى قصورا وجعل الأنهار تجري من تحتها، ونادى في قومه: يا قومي، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ بئس ما قال فرعون، وشتان بين مقالته وبين ما أعد الله لأوليائه. فعيون الجنة مختلفة الطعوم والمشارب، متعددة الأشكال والألوان، فمنها عين التسنيم، يقال بأنها عين تجري في الهواء بقدرة الله فتنصب في أواني أهل الجنة. قال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم، على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون. عين التسنيم يشرب منها المقربون دون غيرهم من أهل الجنة. ومنها عين الزنجبيل، هي عين فيها طعم الزنجبيل، يشرب بها المقربون صرفا، وتمزج لسائر أهل الجنة. قال تعالى: ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. ومنها عين الكافور، والكافور اسم لسائل طيب الرائحة أبيض اللون تميل إليه النفوس. وعين الكافور عين يفجرها أهل الجنة تفجيرا، سبحان الله، أي يتصرفون فيها حيث شاءوا وأين شاءوا من قصورهم ودورهم ومجالسهم. والتفجير هنا الإنباع، أي يقودونها حيث شاءوا وينتفعون بها كما يشاءون، ويتبعهم ماؤها إلى كل مكان يتوجهون إليه. كيف؟ الله أعلم، سبحان الله. قال تعالى: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. ومنها عين السلسبيل، سميت سلسبيلا لسلاسة مسيلها وحدة جريها وسلامة شرابها وسهولة مساغها
وطيب مذاقها، تنبع من جنة عدن إلى أن أهل الجنة. قال تعالى: ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. فيا أخي الحبيب، ما بالك بقوم سلكوا طريق النجاة وتزودوا بالطاعات واتقوا ربهم حق التقاة فأورثهم الله تلك الجنات، تتفجر عيونها كل حين، تارة تمزج بالكافور فتكون باردة طيبة الرائحة، وأخرى تمزج بالزنجبيل فتكون حارة طيبة الرائحة. فأحسن أخي الكريم، يحسن الله إليك، وأخلص سعيك إلى الجنة بالصدق والعمل، يسقيك الله من عيون جنته وشرابها. هذا البرنامج برعاية مكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، تبيان، فرع جدة. ورأيت ما لا قد رأت عين ولا سمع الأنام، حور قصور زخرف ثمر وأنهار المدام، حتى فرحت بأن نظرت لوجه ربي في بويا، فبلغت غاية ما أريد وحينها تم المرام، وسعدت بالرضوان بالرحمات في حسن الختام.